باقي تواصل مع سعد المجرد؟ لا قدر نعرف علاش؟ لا انا ما تماشي غير سعد المجرد، انا كلهم ما بقيتش، بزاف ديال الناس ما بقاش التواصل بيناتنا. لا الدنيا فيها لا هي انا، كل واحد فين في الله. انت لقى على واحد الموقف ولا هي قناعه شخصيه ولا غير الظروف؟ لا غير الظروف ديال الحياه، كل واحد فين كتلهيه. ماشي دبلوماسيه الجواب ديالك؟ لا بالعكس، علاش ما عندي مشكل مع حتى شي واحد فيهم؟ ما بغيش نقول شي حاجه اللي نتحمس فيها على شي حاجه ما كايناش. على انا بالنسبه ليا كلهم عزازين عليا وكلهم كنحترمهم، لكن التواصل بعض المرات فاش كتكون شي مناسبه او شي حاجه عادي انك تبارك او هذا ممكن، لكن صافي داتنا الدنيا كل واحد خايد في مشاكله في اعماله في نجاحاته، كل واحد يعني في طريق، كل واحد في غادي الدنيا فين سيباته.